كما قلت إن هذه المنتجة موجودة في وسط الغابة، وبنوا هذه المطعم بدون أن يقطعوا ولو شجرة، صنعوا تصميمها كذا لحفظ الأشجار التي كانت موجودة هنا منذ زمان. ومن هنا أيضا يمكننا مراقبة غروب الشمس، وكل أشياء هنا مصنوع من الخشب، حتى السطح أيضا خشب، يعني إذا مطر السماء ينزل المياه إلى تحت. ومن هنا يمكننا أن نراقب الشمس هنا تغرب.
فإلى نهاية الفيديو، إذا حبيتم في هذه الفيديو فاضغطوا زر اللايك. لمزيد من المعلومات عليكم أن تضغطوا الرابط في أدنى هذا الفيديو، وأيضا ترسلوا رسائل واتساب في الرقم الذي معكم. سأكون معكم في الحلقات القادمة. مع السلامة.